أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة وآخر نهار على منطقة الأوراس. أما جنوبا فالأجواء تبقى مغشاة جزئيا لتتلبد السماء تدريجيا مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا رعدية على منطقة الهوغار، مع زوابع رملية ستنشط على كل من شمال الصحراء، مناطق الجنوب الشرقي، الصحراء الوسطى إلى غاية مناطق الجنوب الغربي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله مقاييس ما بين 16 لغاية 19 درجة على المناطق الشمالية، ننتظر 19 درجة كذلك على بني عباس وتندوف، ترتفع إلى غاية 31 درجة على الصحراء الوسطى وولاية إليزي، ترتفع أكثر لتقارب 33 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد بعد الزوال درجة الحرارة القصوى ترتفع خاصة غربا لتقارب 32 درجة على غيليزان، 31 درجة على كل من وهران، سعيدة، البيض، 29 درجة على العاصمة، كذلك الجلفة حتى على باتنا، 40 درجة على بسكرة، المغير، توغرت، غردايا، حتى على تمنرست، لكن طقس حار سيخص الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب لتقارب 47 درجة. أما البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات حتى على السواحل الغربية، لكن بحر قليل الاضطراب.